أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. اليوم عندنا فقرة كثير مميزة، حنتعرف على شيف سعودية كيف تحولت هوايتها إلى مصدر رزقة، أكيد مع شيف السعودية لولو العزة. ومساء الخير شيف لولو. أهلا يا دلال، كيفك؟ يعطيك العافية. الله يعافيكي. شيف لولو، في المقدمة أنا قلت إنه الطبخ بدأ معاكي هواية. صحيح. بعدين ما شاء الله صرتي محترفة، حتى إنك شاركتي في برنامج، يعني برنامج طبخ شهير. صحيح. خلينا نبدأ من الصفر. أيوه. كيف بدأ حب المطبخ؟ والله بدأ الحب المطبخ معايا من يوم جبت أطفال، يعني مضطرة كنت أكل أهل البيت ومضطرة أفتح الكتب وأطبق من الكتب، وكل ما أعمل شيء يطلع لذيذ، كل ما أعمل شيء يطلع لذيذ، ففكرنا بعد كده نعمل أكاديمية للطبخ. طيب شيف لولو، أنت بديتي كهاوية. صحيح. واللي حيتابع شيف لولو كمان حتى على يوتيوباتها اللي موجودة حنشوف تنوع فظيع في الطبخات اللي موجودة. صحيح. أنت ما اكتفيتي بالهواية، لا بالعكس طورتيها. أكيد. بالرغم يمكن وقتها ما كان في أكاديمية طبخ أو تدريس طبخ، يعني صحيح. كان في، أنت كيف طورتي هذه الموهبة؟ والله موضوع كتير سهل، إنه أنا كنت بسافر وبتعرف على حضارات مختلفة وكالتشرز مختلفة، بتعرف على الكويزينز اللي هي المطابخ تبعتهم. رحت شرق آسيا وأخذت كم كلاس كده بالنسبة للأكل الآسيوي، رحت على ساوث أفريكا. يعني كنت دائما بحب إنه أتعرف على الأكل تبعهم، كل أكل من كل كالتشر، المكونات حقتهم من إيش يتكون. صحيح. يعني صحيح. وبعدين الإنترنت، اليوتيوب، تفرجت على كتير أشياء من اليوتيوب، طورت نفسي. السوشي مثلا تعلمته أنا بنفسي من كتب، أفتح الكتب ويعني وأجرب أشياء. وطبعا كنت أدوق أكل برا مثلا في مطاعم أو عند ناس، وأجي أعمله أنا in my own way، مثلا أزود أنقص، أقول مثلا لو حطيت هذا البهار مع دي إنه هيطلع أطعم. وما شاء الله يعني صار عندي كتير خبرة واسعة بهذا المجال. يعني أعرف منك إنه كان عندك في الطبخ روح المغامرة. صحيح. عارفة إحنا بثقافتنا هنا يعني بتجي الواحدة تبغى تطبخ وتفتح كتاب الطبخ. أيوة. بتلاقي مانجا مع دجاج، لا لا يمكن. لا يمكن. ولا العسل مع الدجاج. صحيح. أو العسل أو الدجاج مع البرتقال، لا يمكن إني أنا أطبخ. صحيح. زي هذه الطبخات. صحيح. فأنت كمان حتى اخترعتي طبخات موجودة، يعني هذا من وين جبتي هذا كله؟ هو أصل الموضوع هذا أنه أنا شخصيتي أصلا بني آدم ماني كلاسيكية، بني آدم يعني مغامرة بشخصيتي بالكاركتر تبعي، يعني ما بحب شيء تقليدي. فحتى الأكلات التقليدية أجي أحاول أسويها بطريقتي أنا، بشيء أحط أحاول أعمل فيوجن فود، مثلا أحط أكل سعودي وأحط له مثلا تويست مثلا إيطالي أو تويست تايلندي، ويمشي. يعني جربي الأشياء وكله، يعني بتلاقيه أنه بالعكس إدى طعم مختلف عن الأكل التقليدي. شيف لولو، هذا اللي ممكن إحنا نسميه The Magic Touch أو اللمسة السحرية. السحرية اللي طبعاً. تميز كل شيء. طبعا. أنت أكيد. كمان السنة اللي فاتت كنت معانا في روتانا خليجية. صحيح. صحيح. وكان عندك برنامج طبخ. صح. تميز هذا برنامج الطبخ أنه كان متنوع. صحيح. أنا شخصيا كنت أتابعه في رمضان. والله. وفي طبخات أنا طبختها منها، حتى بذكرك بطبخه فيها. أيوة. اتذكر مره الجلاش. أيوة. اللي سويتي. صحيح. حتى بالجبنه، خلطتي نوعين جبنه. أيوة. انا لفت نظري انك انت دائما تطلعي للمراه العامله. صحيح. زي ما نقول شورت كات، انك تختصري الوقت اللي موجود فيها. صحيح. صحيح. بدل ما تقعد تعمل جلاش هي فروم سكراتش، لا اخذنا الجلاش اللي هو اللي بيجيكي يعني محطوط في علب واستعملناه. وبعدين يعني بدي اعمل شيء مختلف عن الجلاش العادي، مثلا بيعملوه باللحم المفرومه، بيعملوه بالفول، انا حبيت اعمله بالجبنه. استعملت الرومي كمان لانه هي يعني جبنه عربيه. على فكره انه احنا نحط هذا النوع من الجبنه. اكيد. رومي مع موزاريلا، فادتنا الرومي اعطانا المذاق والموزاريلا اعطتنا السيحان، هذا انه الجبنه سايحه جوا الجلاش. حتى واحنا يعني نقدم الجبنه تكون ممطوطه زي ما نقول، بتكون حاره موجوده. بالضبط. وهو هذا البرنامج كان كتير تحدي لي لأنه كانت كل أكلات عربية with a twist، يعني حاولت أخترع التويست بأي طريقة يعني، وإن شاء الله يكون عجب المشاهدين. أكيد. وكمان إحنا الحين حتكون عندنا فقرة جديدة، طبخة اليوم في روتانا خليجية في برنامج سيدتي كمان. والمشاهدين، هذه دعوة لكل المشاهدين أنهم هم يتابعونا كل يوم سبت وكل يوم ثلاثاء مع شيف لولو، حتكون عندنا طبخات مبتكرة إن شاء الله، وكلها من مواد فريش موجودة معنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شيف لولو، أنت فتحتي زي الأكاديمية صغيرة للطبخ. صحيح. هنا لما تحولت الهواية عندك لمصدر رزق أو تدريب كمان. أكيد. إيش هو الدافع الأول اللي قال لك أنك أنا لازم أفتح أكاديمية طبخ؟ ليش بناتنا ما هم مقبلين على المطبخ؟ ما في قبول، ما في هذاك الناس؟ يعني أنا حسيت إنه في دي المنطقة شوية ضعيفة، يعني بحس ما شاء الله المرأة السعودية مو ناقصها شيء وبتعمل كل شيء وناجحة في كل المجالات، بس تيجي عن نقطة الطبخ، يعني مطبخ أنا أطبخ، طب
ليه يعني ليش ما تطبخي لبيتك ولو لا يعني ما يعني انا جاتني هذه الفكره لانه حسيت انه في كثير يعني بنات بيعتمدوا كثير على الطباخين بيعتمدوا كثير على الدادات يطبخوا لازم اولادك يذوقوا من اكلك يعني هي الفكره مش انك تحطي اكل على الطاوله لا في محبه في الطبخ هي محبه في الطبخ وانت بتجمعي الاهل بتجمعي الاصدقاء بتجمعي في اقبال في كان اقبال اول ما فتحتي هذا المشروع في بنات كثير يجاوبوني ثاني اول ما فتحت كان شويه صعب حتى كان لدرجه انه انا كنت بعلم دادات وما كنت متقبله الفكره اني يعني بالاخير شيء احبه وبدي يعني بدي امارس هذه المهنه بس دحين في رده فعل كثير قويه يعني من شيء 5 سنين كثير الوضع صار احسن تفتكري ليش الحين صار في رده فعل كثير قوي عشان الطبخات سهله ولا سريعه التحضير موجوده ولا يعني صار في اقبال لانه اولا الرجال طفشت من اكل برا يعني بيعتمدوا على اكل برا كمان واكل المطاعم في كثير بتجيب كثير امراض بتسبب سمنه شفتي انت السمنه المفرطه اولادنا صاروا كثير سمان يعني من غير اي سبب واضح هو اكيد السبب اللي هو الاكل من برا فصار بحس انه لا بتقول لك وبعدين في توجه ناحيه الهيلثي فود طب الاكل الصحي الاكل الصحي من فين حيجي لازم يكون معمول في البيت فحست في وعي اكثر يعني الكل بيقول لك الهيلثي فود نطبخ في البيت في رده فعل صارت اكثر من اول طبعا الشيف لولو اكيد في وعي اكثر عشان كذا احنا عندنا فقره في سيدتي اللي حتكون ثابته يعني وحتكون اكيد معك يا شيف ان شاء الله الشيف لولو يعطيك الف عافيه الله يعافيكي شكرا لك يا دلال وان شاء الله يكون عند حسن ان شاء الله المشاهدين اكيد اعزائي المشاهدين اكيد لازم تترقبون في فقرتنا الجديده في برنامج سيدتي فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته في الجميلة مجلة الأزياء الأولى والجمال الجميلة هي أنت في سيدتي بعد الفاصل لنرعاهم ملتقى يحتفي برعاية الإنسان لنفسه ومجتمعه في جدة